مرتين، ثم شعار الولايات المتحدة الأمريكية 94، شعار كأس العالم 1994 فيه مجسم العلم الأمريكي مع كرة القدم الداخلة فيه، ثم كأس العالم في فرنسا 98 ثالث دولة تستضيف كأس العالم مرتين وكانت آخر بطولة في القرن العشرين، وبعد ذلك شعار كوريا واليابان الاستضافة المشتركة الوحيدة حتى الآن 2002، وبجانبه شعار ألمانيا 2006 دولة أخرى رابعة تستضيف كأس العالم للمرة الثانية، ثم في الأعلى إلى اليمين شعار كأس العالم في جنوب أفريقيا 2010، تحته شعار البرازيل 2014 خامس دولة تستضيف كأس العالم مرتين، ثم شعار روسيا 2018 أول دولة في شرق أوروبا. المجموع أمامكم 21 شعار ل 21 بطولة لكأس العالم، بعضها طبعا استضاف البطولة مرتين. هذا هو الشعار الرسمي للبطولات. هناك طبعا التميمة التي هي عبارة عن دمية يعني مصاحب البطولة، بدأت من بطولة كأس العالم في إنجلترا 66 وكانت الأسد ويلي الذي يفتخر دائما الإنجليز بشعار الأسد. كابتن طارق، عندما تشاهد هذه الشعارات يمر أمامك تاريخ كامل، صحيح. تشعر أن هذه الدول وضعت اسمها في التاريخ، التذكارية التي تحمل الشعار، صحيح. الفانيلات والشالات والكرات، عامل مشترك يعني أنا دخلنا في كأس العالم، نعم. هذه عامل أنا أقول مشترك بالنسبة للمنتخب، نعم. الكل أنا رانا دخلنا في كأس العالم، وفي نعم. حتى معناتها الناس اللي بتشاهد كأس العالم أنا تبرمج من توا، تبرمج قطر 2022، لأن نعرفوا أن البرمجة قبل سنتين أو ثلاث سنوات أنا مش روح بقطر مع العائلة متاعين وتفرج كأس العالم، نعم. ولهذا الشعار هذا هو هام جدا اليوم، أنا اليوم دخلنا في المعركة الفنية، نعم. وإن شاء الله معناتها يكون مستوى راقي ومستوى عالي مثل ما شاهدنا الملاعب اللي هي مستوى راقي، وشاهدنا شبكة الطرقات وشبكة المواصلات اللي هي مش موجودة في العالم، مطار حمد 50 مليون تقريب مسافر، المترو، شبكة الطرقات، إن شاء الله معناتها ننتظروا معناتها كأس عالم راقي ومن أفضل كأس العالم اللي شاهدناه مشترك. فبالنسبة لي دولة عربية تستضيف حدث كبير في الشرق الأوسط في هذه المواقف والصعوبات الكبيرة، المنطقة محتاجة هدنة، أتمنى الهدنة تبقى في كأس العالم، لأن كأس العالم أمل، أمل للشباب، أمل للأجيال، نعم. الموجودة. البعض يصف كأس العالم بأنه فرحة العالم. طبعا. نتمنى أن تكون أنا أشوف أنه هدنة للعالم. نعم. نعم. لأن كل الصراعات الموجودة والحروب الموجودة. كأس العالم تسيطر على كل شيء. كأس العالم. هذا بس هدنة. صحيح. الهدنة وبعد ترجع. نحن نرجو أن تكون فعلا كرة القدم هي سلام للعالم، هي فرحة للعالم. مثل ما كانت الألعاب الأولمبية الإغريقية القديمة كانت تقام هدنة حتى وقت الحروب من أجل أن يقوموا بالألعاب الأولمبية. كابتن إبراهيم، أول منتخب متأهل لكأس العالم 2022 هو منتخب قطر. ضمننا أن أول المنتخبات 32 سيكون منتخبا عربيا، ونتمنى المزيد، نتمنى أن نشاهد، هناك فرصة أن نشاهد ربما 3-4-5 منتخبات عربية لما لا في كأس العالم في قطر 2022 ليجسد شعار قطر إلى العالم وقطر والعرب في تنظيم هذه البطولة. وأعتقد بأن الفرصة متاحة لكل الأخوة العرب المنتخبات بأن تشارك في مونديال قطر، ناهيك عن الحضور بالتأكيد، نعم. نتكلم عن المستوى المنتخبات، نعم. يعني في حضور في أرض الملعب باللاعبين والحكام والمدربين، وفي حضور في مدرجات الجمهور. وأنا أعتقد أن أيضا المقصد من إقامة مونديال في قطر كدولة فكرت في 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 أهمية إشراك الدول العربية، نعم. في الشرق الأوسط، ولذلك عندما نشاهد منتخبات عربية في هذه المونديال أيضا تزيدنا فخر ويزيدنا اعتزاز، طالما أن في مشاركة فنية وفي مشاركة في المدرجات. فاليوم احنا على منعطف وجميل جدا، وتكلم الأخوان عن أهمية الشعار لهذه البطولة، وفعلا بداية الدخول في هذا المونديال بشكل جدي. نحن الآن سنتوقف عن الكلام لأن الصورة سوف تتكلم الآن، سوف يأتي إلينا الشعار، وأقول لكم ذلك بعد 5-4-3 ثانيتين الآن. إذن هذا هو شعار 22، الشعار باللون الأبيض، الألوان عليه ألوان عنابية، والخلفية أيضا باللون العنابي، الألوان في هذا الشعار مستمدة من العلم القطري، شكل الشعار نفسه فيه استيحاء من شكل كأس العالم الحالي، وأيضا هو مستمد من البيئة
القطرية والعربية فيه شيء، فيه خطوط من الشال أو غطاء الرأس الذي يستخدمه الرجال والنساء في المنطقة العربية، مع هذه أيضا النقوش، مع كرة قدم، مع كلمة فيفا وورلد كاب قطر 2022. هذا هو إذن شعار كأس العالم، والآن أصبحنا قادرين على أن نقول إن هناك 22 شعارا لبطولات كأس العالم. الآن في هذه اللحظة شاهدنا معا الشعار 22 لبطولات كأس العالم التي أقيمت 21 بطولة منها حتى الآن، والثانية والعشرون ستقام إن شاء الله في قطر في عام 2022. طبعا في هذا الوقت هناك هذا الشعار ظهر كما قلت في عديد من الأماكن في الدول العربية في مختلف القارات، من آسيا إلى أفريقيا إلى أوروبا إلى الأمريكيتين، يعني في كل العالم هذا الشعار في نفس هذا التوقيت في الساعة 20:22، يعني 20:22 نفس سنة البطولة، 20:22 يعني الساعة 8 مساء و22 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة العاصمة القطرية، وهو نفس توقيت مكة المكرمة، وأيضا سيكون توقيت عالم كرة القدم بعد أقل من 4 سنوات. وهذا هو طبعا شكل الشعار موجودا في منطقة كتارة في الحي الثقافي في كتارة. الشعار يظهر للعيان، وطبعا هنا أيضا منطقة مشارب مبنى الأرشيف الوطني، منطقة مشارب التراثية السياحية الجديدة أو المجددة، فيها أيضا يظهر هذا الشعار. وهذه قلعة الزبارة التاريخية في منطقة الزبارة في شمال دولة قطر، أيضا يظهر عليها شعار كأس العالم في قطر 2022. وكذلك في عدد أيضا من الأماكن والمناطق المختلفة في دولة قطر، هنا على أبراج الكويت في دولة الكويت أيضا يظهر الشعار، وهو يلف على البرج الرئيسي الدوار والبرج أيضا الثاني في دولة الكويت. وننتقل أيضا إلى العاصمة اللبنانية بيروت، حيث ظهر فيها أيضا هذا الشعار في مساء بيروت في نفس التوقيت الساعة 8:22 بتوقيت المحلي. وأيضا هنا في مدريد في قلب العاصمة مدريد نشاهد الشعار على هذه الشاشة الكبرى، والناس طبعا ينظرون إليه، وواضح يعني شعار كأس العالم فيفا وورلد كاب قطر 2022. هذا الشعار الآن سيسافر عبر العالم ويصافح العيون في كل القارات وفي كل الأصقاع. هنا أيضا في العاصمة البريطانية لندن، أيضا في العاصمة العراقية العزيزة بغداد في ساحة التحرير، على هذه الشاشة الكبيرة نشاهد أيضا نفس الفيديو الذي شاهدناه، وهو يجسد شعار كأس العالم في قطر 2022، الشعار الأبيض والعنابي وبهذه النقوش وبرمز كرة القدم وغطاء الرأس الذي يتشكل بما يشبه الكأس لكي يرينا هذه الصورة الجميلة. نذهب أيضا إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وهذا هو الشعار على شاشة عملاقة نصبت هناك في قلب العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، والأرجنتين سبق واستضافت كأس العالم كما قلنا في عام 1978. كابتن إبراهيم، الموضوع أصبح جديا الآن. وما أحلى أن تدخل في الجد حقيقة، الكل ينتظر هذا الحدث، واليوم احنا نشاهد إعلان الشعار، وحقيقة فوجئنا بعمل مبسط جدا ولكن يحاكي النمط الشرقي، يحاكي الطبيعة القطرية أيضا وخاصة الشرق أوسطية من خلال هذا التصميم. لو سمحت لي أتكلم شوي عن بعض اللي رأيته في هذا التصميم. يعني احنا شاهدنا فوق في كرة قدم ومن جنبها نقطتين، وهذه النقطتين ترمز إلى الخط العربي والحروف النقطية التي تتميز فيها اللغة العربية، وهو موجود في
في الشعار. النكش السفلي يتكلم عن قطعة الشال الشرقية وتستخدم في قطر بكثرة وفي شبه الجزيرة وحتى في الدول العربية الأخرى، وهي أيضا صناعة أسيوية تعتبر. هذه متعددة الصناعات توصل في عديد الدول. نعم صحيح، حتى في دول عربية تصنع. صحيح، وهي للرجال والنساء. صحيح، نعم. ولذلك هو تناول كل هذه الأمور من خلال هذا المجسم، من خلال هذا التصميم. يعني الشمولية ببساطة. الشمولية ببساطة، وأيضا اللون العنابي والأبيض هو الرمز الأوحد لقطر أو لعلم قطر. أنا حقيقة أرى فيه الكثير من الإبداع وكثير من اللمسات الفنية التي فعلا الإخوان يعني استطاعوا أن يجمعونها في هذا الإطار الجميل. نعم، يعني نحن نقول في اللغة العربية هذه أيضا دول أخرى، يبدو هذه تايمز سكوير في مدينة نيويورك، ساحة أشهر ساحات نيويورك البيج أبل، التفاحة الكبيرة التي تستضيف حاليا بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، أيضا تحب كرة قدم، أمريكا استضافت كرة قدم في كأس العالم 1974، ستستضيف كأس العالم القادم التالي لقطر في 2026 مع المكسيك وكندا، ودوري الأمريكي دوري كرة قدم الأمريكي أيضا يعني أصبحت له جماهيرية وشعبية، وهذه عودة إلى أبراج الكويت، جولة يقوم بها الزملاء إلى كل الأماكن والمدن العربية والأجنبية. كما قلنا البلاغة في الإيجاز باللغة العربية وأيضا الإبداع في البساطة طبعا من خلال التصميم. صعب جدا أن أنت تكون بسيط، وأجمل حاجة في الحياة أن أنت تكون بسيط. فأنت عملت المعادلة الصعبة. فبالنسبة لي زي ما شرح كابتن خلفان إزاي الشعار ده مستمد من البيئة الموجودة، من الثقافة الموجودة اللي منتشرة في المنطقة اللي هو الشال، وفي نفس الوقت موجود فيه كرة القدم على الجانب، فكلها حاجات ممتازة، الزخرفة المميزة والنقط من اللغة العربية، والنقط باللغة العربية، حتى قطر من مكتوبة بالإنجليزي. نعم. تحت. نعم. فيها مادة زي كده بالخط العربي بطريقة تقريبا في حاجة بس أنا مش والخط. نعم. صح، مش فيها تداخل. نعم. في الذاكرة. نعم. فدي كلها حاجات بسيطة إنما في نفس الوقت تعبر عن الواقع والثقافة الموجودة لدى هذه المنطقة. نعم، طبعا نحن لسنا نقاد فنيين، نحن نقاد رياضيين كابتن طارق، لكن الحقيقة يعني نحاول أن نستنبط من الشعار، وقال الإخوان الحقيقة كلام معبر، علما بأن هذا الشعار ظل سريا حتى علينا بما في ذلك معلوماته وكيف صمم ومن صمم، ونحن نعلم بأنه استغرق حوالي سنة كاملة، وكان هناك مشاورات مع الفيفا، والفيفا هو المالك الرسمي للبطولة وهو المالك لتسويق شعاراتها، وبالتالي أنا أنبه الآن الأخوة يمنع استعمال هذا الشعار ويحظر على أي كان استعمال هذا الشعار بدون موافقة خطية من الفيفا، وبالتالي حتى عملية التسويق حتى يحدث في بعض الدول طبعا أن نسمي الآسيوية ربما تطبع شعارات بشكل غير رسمي كذا، لكن هذه أمور لها قوانينها ولها صرامتها، وبالتالي نحن شاهدنا الشعار مع جميع العالم لأول مرة، وبالتالي هذه انطباعاتنا البسيطة والمبدئية. يعني هناك كلام كثير سيقال في الأيام القادمة عن تفاصيل الشعار. السهل الممتنع صعب. نعم. احنا في كرة القدم نقول السهل الممتنع صعب. نعم. صح صحيح، بين الكبار يلعبوا السهل الممتنع. نعم. تذكر شيخ تميم ماذا قال؟ نعم، قال ان البطولة هذه للعرب. نعم، نشوفوا مجسمه في الشعار. هذه عفوا هذه في موسكو وما زال طقس مقبول في موسكو الان. موسكو حلو، وهذه موسكو تعرض الشعار. نعم، في موسكو وجسمه في الشعار. نعم، يعني شعار صحيح الوان قطري لكن واضح للمنطقه الكل. نعم، للمنطقه العربيه بالضبط، وهذه رسائل رغم المشاكل ورغم المعاناه. نعم. ورغم، لكن دائما هناك رسائل ايجابيه. نعم. للعرب، ونتمنى ان نكبر على كل ان شاء الله. نعم. احنا نتمناه ان شاء الله لان كلهم اخوان. نعم، وهذا رسائل يعني اليوم راهي البطوله هذه كاس عالم للعرب لانه يفتح ابواب كبيره لو تنجح قطر، وان شاء الله باش تنجح. نعم، وان شاء الله تنجح فنيا. الحقيقه ملامح النجاح واضحه من البدايه، واضحه كبيره. نعم. للمغرب اللي في خمسه مناسبات ما نشحدش، المصري اللي عنده امكانيات اللي وهذا سيحفزهم ان شاء الله. صحيح. نحاول مجددا للسعوديه. نعم. للامارات هنا طبعا الخيول العربيه تمر امام الشعار هنا في منطقه ايضا كتاره. نعم، ولهذا قطر عملت اشياء للعرب الكل، للعرب الكل. هذه منطقه بشارب. نعم، ان اليوم نجح قطر بطبيعه الحال باش معناتها يرجع بالفائده على الدول العربيه، لان نعرف قبل ما يفكروش الفيفا في الدول العربية وإفريقية، ما تفكرش، ما في أمل، ما ثماش، ما عندكش أمل. نعم. اليوم نشوفوا بعد التجهيزات هذه والإمكانيات الكبيرة اللي وفرتها قطر وإن شاء الله النجاح في كأس عالم 22 بطبيعة الحال باش تولي سهلة بالنسبة لمصر، لأن مصر شغلنا في كأس أفريقيا عندنا إمكانيات. نعم. لماذا المغرب عندها إمكانيات؟ نعم. الإمارات السعودية عندهم إمكانيات. نعم. ولهذا لازم
في الثلاث سنوات هذه كلنا نلتف حول قطر. نعم. دول عربية حتى تونس والجزائر وليبيا ممكن تنظيم مشترك لما لا خليهم مشاكلنا ورانا. نعم. خليهم مشاكلنا ورانا. نعم. ونلتف حول قطر لأن نجاح قطر نجاح الدول العربية ككل بلا شك. وهذا ما قاله معناتها الشيخ تميم معناتها. واعتقد انا دائما يقول العرب ما يقولش قطر يقول العرب. العرب راه البطوله هذه للعرب، راه البطوله هذه للمنتخبات العربيه والدول العربيه، وان شاء الله نشاهدوا 5-6 دول عربيه تشارك في كاس العالم. اهم شيء بالنسبه لقطر ان الفريق يكون حاضر. والله والله الفريق يعني تباشيره كانت مشجعه. صحيح 2010 كنا خايفين بالضبط لما 2010 كنا لا قطر صعب أنا. اليوم في صعب تعدي الدور الاول صعب. اليوم لكن ما شاهدناه في كاس اسيا كأس ثم في كوبا أمريكا. كوبا امريكا يعطي الامل بان الفريق القطري يكون قادر على تمثيل مشرف صحيح على الأقل. وربما ولما لا المرور من الدور الاول والذهاب ابعد. شاهدنا روسيا. نعم. روسيا كان منتخب ضعيف لما شاهدناه كاس العالم وصل لربع النهائي والنهائي صحيح، ولهذا نتمناه وان شاء الله المنتخب يكون حاضر وجاهز. نعم كابتن ابراهيم، يعني يقولون ان في هناك تداخل، هناك خيط خفي يربط بين الرياضه والفن أو بين الفن والرياضة. كرة القدم اللاعب البارع يقولون هذا لاعب فنان، وأيضا الفنانون الكبار هم الفنانون التشكيليون الرسامون الموسيقيون إلى آخر ذلك. هناك منطقة في كرة القدم في كأس العالم تحديدا يتداخل فيها الفن مع الرياضة، يعني على سبيل المثال تصميم كأس العالم لجأ فيه الفيفا إلى فنانين مثلا كازانيكا المصمم الإيطالي الذي صمم كأس العالم. رسم الشعارات كأس العالم يحتاج ناس فنانين ورسامين وصاحبي ذوق، وأنت ما شاء الله عندك المزيتين، تلعب الكرة وترسم يعني. فهذا التداخل ما بين الفن وكرة القدم هو أيضا لمحة عن عالمية كرة القدم، هي ليست مجرد لعبة. يعني أبو خالد أنا ما أعتقد بأن هناك في فصل ما بين الفن وكرة القدم، ويمكن أيضا مجالات أخرى وربما نشاهدها من خلال التصاميم التي نشاهدها لكرة القدم بلا شك. الجؤون إلى فنانين كبار في عملية التصميم أيضا حتى على مستوى التعامل والتكنيك أيضا في أرضية الملعب. إحنا نتكلم عن التكنيك في كرة القدم، أيضا نتكلم عن التكنيك في الجانب الفني. صحيح. هذا فنان يمتلك التكنيك الفني الرائع، وكما هو الحال بالنسبة لكرة القدم تعتمد على 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 الجهد الفردي. ماذا سيعمل هذا الفنان؟ أيضا في الملاعب نقول ماذا سيعمل هذا اللاعب؟ ولذلك أنا ما أعتقد بأن هناك في فصل ما بين الجهتين. ويعني الكأس أو الشعار الآن اللي نشوفه هو فعلا في إبداع. وأيضا للمعلومية بأن الصعوبة دائما ما تأتي في إيجاد الفكرة، إنما عملية التنفيذ هي سهلة، ممكن أي شخص يقوم بعملية التنفيذ، ولكن المهمة الأصعب هي الفكرة، إيجاد الفكرة. فأنا يعني أهني الإخوان عندما أوجدوا هذه الفكرة المبسطة التي فعلا هي شاملة عن الوطن العربي، عن الشرق الأوسط، وأيضا تحاكي الطبيعة القطرية أو شبه الجزيرة أو حتى في آسيا. ولذلك أنا يعني حتى في لمسة تمثل آسيا حتى، يعني أنا أشعر أن هذا شعار فعلا شامل من قطر إلى العرب إلى آسيا. صحيح. اللي هي قطر تمثلهم في تنظيم كأس العالم هذه. صح. يعني صح. في شيء بسيط تجسم عديد من النقاط. نعم. وهذا مو سهل. يعني في شيء بسيط لما شيء بسيط لازم إنسان فنان مثل إبراهيم فنان بارك. فنان اليوم حلو إبراهيم. لا بس هي صعبة على إبراهيم. هذه فنان أو مجموعة فنانين اشتغلوا هذه واضح فيها تفكير دقيق. التراث الخليجي التراث الآسيا مو سهل في قطع. يعني أنت لاحظ النقطتين هذه اللي فوق وتحت الكرة إنه والله رمز للتنقيط في اللغة العربية. صحيح. يعني اللغة العربية في الماضي كانت غير منقطة ثم نقطت. هذه النقطة اللغة العربية توصف أنها لغة الضاد، لأن حرف الضاد يصعب على غير عرب لفظ الضاد. صحيح. الضاد بالتنقيط التمييز بين الضاد والصاد هو النقطة. صحيح. وبالتالي هذه النقطة وهاتين النقطتين يعني فيهما أيضا يعني رمزية لغوية كذلك. عبقري اللي يعمل شيء روعة روعة الشعار في تحليل فنان. الرموز تحليل ما ما يشمله يستفزك للتحليل. ايوه طبعا لغز تفكر. ايوه لغز. نعم. هي دي الحلاوه. احنا حتى الان ما نقوله اجتهادات، لكن بعد شوي ممكن اقرا لك تحليل من نصوص رسميه عن معنى الشعار. تحليلنا يعني اجتهدنا في شرحه. نعم. ابراهيم ليه ابراهيم اعطانا التحليل صحيح يعني بقدر المستطاع عنده يعني. فكره على وهذا التراث القطري والتراث العربي والتراث الخليجي يعني النقاط الجزيرة العربية كلغه عربيه ولغه الضاد والحروف النقطيه. نعم. هذه اعود لي كلام زميلي طارق بان سمو
سمو الشيخ تميم ذكر بأن هو البطولة لكل العرب، وهذه يعني لمسة لكل العرب. هذا تأكيد وهذا تجسيد لهذه المقولة. نعم، والحقيقة حتى يعني استخدام شعار رأس كان ذكيا في أنه لم يأخذ الغترة القطرية أو العربية حتى لا نتهم بالإغراق في المحلية أو بالعنصرية تجاه الجنسيات الأخرى. لا، هو الشال العربي الذي يستخدمه الرجال والنساء، الجنسين يستخدمونه، وأيضا ممكن أن يستخدمه أي إنسان. صحيح. يعني هو ليس حكرا على فئة دون غيرها، إنما هو يجسد أو يرمز لنا في منطقة. وأيضا يستخدم في غالبية الدول العربية أبو خالد. نعم. للجنسين، وثم ذكرنا بأنه أيضا يصنع في آسيا، ولذلك العملية الشاملة الأسيوية والشاملة أيضا الوطن العربي. وعادة الشعارات كأس العالم دائما ينسب للدولة. نعم. وفرشان في 21 شعار كلهم للدول اللي معتها. نعم. المضيف. نعم. لكن هنا نشوفوا قطر وين مشيت، وين راحت، مثلت نفسها، مثلت نفسها ومثلت أبرانها معها. طبيعي. العرب وحتى الخارج، يعني هذا هو تفكيره من الأول، أن البطولة هذه. نعم. البطولة للعرب. نعم. خلونا نشوف الشعار مرة ثانية ونحاول أن نقرأ في سطور رسمية لمن صمم الشعار وقدمه، لكي نحاول أن نرى إلى أي مدى كنا مقاربين نحن في هذا الموضوع. إذن كأس العالم، فيفا ترحب بالعالم في كأس العالم في قطر 2022. أذكر دائما أن الفيفا هي المالكة التنظيمية لكأس العالم، ودولة قطر هي الدولة المنظمة والمضيفة لكأس العالم. بالتالي شعار كأس العالم هو يجسد قطر وتقدم قطر، ولكن هو مملوك للفيفا كعلامة تجارية، وبالتالي يجب لاستخدامه الاستئذان من الفيفا خطيا. هذا الشعار كما شاهدنا استغرق يعني قرابة العام من الأفكار والتباحث والاجتماعات والعمل والتشاور أيضا بالتأكيد مع الفيفا، عمل فني مع جهات رياضية. لاحظوا هنا أولا مرونة الشال، يعني يمثل الجزء العلوي للشعار طبيعة الحركة الرشيقة والمرنة التي يتميز بها الشال، الذي يفديه الناس بطرق مختلفة في كل أنحاء العالم، وخاصة في منطقة الخليج والوطن العربي. شكل ثلاثي الأبعاد مثير الاهتمام، مصمم ليبهر ويبهج كل من يراه، حيث يكشف هذا الشعار خلال دورانه عن دائرة مثالية ترمز إلى الشكل الكروي لكوكبنا وكرة القدم على حد سواء، يعني العالم كرة بالفعل. عناصر الزخرفة هي أنماط زخرفة نباتية مثل تلك التي تطرز يدويا على الشال القطري، وتعد جزءا مهما من تراث البلاد. تعتبر هذه الزخارف فنا عربيا أصيلا تمتد جذوره من أعماق المخزون الثقافي في الوطن العربي. النقاط على الحروف، هذا عن النقطتين فوق وتحت كرة القدم، تستخدم في اللغة العربية فوق الحروف وتحتها، وترمز إلى ثراء الخط العربي الأصيل والطبع من اللغة العربية. كرة القدم تظهر هنا بشكل هندسي لتعبر عن الثقافة العربية. شكل الكأس الخاصة بكأس العالم، المجسم هذا الذي يعني يشبه كأنه الرقم 8 بالإنجليزية مع اختلاف الحجم الدائرتين أو التشكيلين البيضويين، هو الشكل الكأس الخاص بكأس العالم فيفا، ويرمز إلى الشكل الأكثر شهرة في عالم كرة القدم. رمز اللانهاية ورقم 8، هذا الرقم 8 أو الإنفينيتي، هو يتحلى هذا الرمز بعدة أوجه، فهو يمثل الاستادات الثمانية التي ستقام على أرضها منافسات كأس عالم فيفا في قطر 2022، كما يرمز إلى العلاقات الإنسانية القوية التي ستبنى خلال البطولة وتستمر طويلا. وأيضا هذا خط، طبعا خط البطولة أو قطر 2022، مستوحى من جماليات من الخط العربي تبرز أناقته من خلال التطويل أو المد الذي يضاف بين الحروف، وقد أضيف على الرسم الإنجليزي لكلمة كتر، مستوحى كما قلنا من الخط العربي، لكنه وضع على اللغة الإنجليزية في الاسم الرسمي لهذه البطولة.